يا أخوان، الذي ينام عن صلاة الفجر، الذي ينام عن صلاة الفجر حقيقة يجني على نفسه جناية عظيمة جدا لا يعلمها إلا الله. الذي ينام عن صلاة الفجر يجني على نفسه جناية عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كيف تطيب نفس إنسان أو يرضى إنسان لنفسه أن يصبح يوما بدأه بإضاعة فرض من فرائض الله عليه، فرض يحبه الله سبحانه وتعالى منه وهو أحب إلى الله من سائر الأعمال التي يقوم بها في يومه. فيوما يبدأ بهذه الإضاعة، يوم يبدأ بهذه الإضاعة، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. وصلاة الفجر فريضة، فشخص ينام عن هذه الفريضة ماذا يرجو في يوم بدأ بهذا البدء وقد قطعت بركته من بدايتها وقطعت بركته من رأسها؟ يقول أحد السلف: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. الذي لا يصلي الفجر أو يفوت صلاة الفجر ضاع خطام اليوم وزمامه، ضاع منه خطام اليوم وزمامه، بخلاف الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة كما أمر بنشاط وهمة عالية وإقبال على الله سبحانه وتعالى، ثم يصبر على ذكر الله جل وعلا حمدا وتهليلا وتسبيحا، يكون بهذه الخطوة العظيمة المباركة التي استهل بها يومه أمسك بزمام اليوم، أمسك بزمام اليوم وحصل بركة اليوم كله لأنه أمسك الزمام. بينما الذي ضيع صلاة الفجر ضاع منه زمام يومه، ضاع منه زمام يومه. وفي صحيح مسلم قصة أبي وائل شقيق بن سلمة لما زار مع نفر عبد الله بن مسعود في بيته، وفيها أنهم لما دخلوا عليه أخذ يسبح ويحمد أحمد الله، وقال للجارية: انظري أطلعت الشمس؟ فلما نظرت وأخبرته قالت: نعم طلعت الشمس. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. اليوم ما انتهى، ما زال في أول اليوم، ويقول: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، بمعنى أن الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يمسك زمام اليوم من أوله بالصلاة أداء الفريضة والذكر لله عز وجل ضمن له اليوم بإذن الله، وهو في ذمة الله حتى يمسي، وهو في ذمة الله تبارك وتعالى حتى يمسي. إذا لما نتحدث عن المحبة وأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب، لابد من حياة عملية، وبداية اليوم في حياتك العملية لتنال محبة الله سبحانه وتعالى صلاة الفجر. إذا ضاعت هذه الصلاة، ضاع هذا العمل، ضاعت هذه الخيرات، كيف يرجو الإنسان لنفسه المحبة والخير بمجرد الأماني؟ الأماني ما تفيد، الأماني ما تفيد. إخوان القردة والخنازير يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، يقول: نحن أبناء الله وأحباؤه. لا، وأيضا يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. الذي يريد أن ينال محبة الله سبحانه وتعالى له يعمل بالأسباب التي ينال بها محبة الله، يعمل بالأسباب التي ينال بها محبة الله سبحانه وتعالى. وربنا جل شأنه يقول في هذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
إذن إذا اعتقدنا وآمنا أن الله يحب وطمعت قلوبنا في أن نكون من هؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، فما تقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله من فرائض الإسلام وواجبات الدين، فلا نضيعها.